السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكاع اللي التحقوا بيا في قناة عالم أم رزان، مرحبا بكم كاملين، نتمنى نكون في حسن الظن ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم ديزير بالكريمة والفريز، تجي رائعة البنات، نتمنى تجربوها ما غاديش تندموا، تجي زوينة بزاف ولذيذة. غادي ندوزو المقادير والطريقة. هنا كما كتلاحظوا معايا البنات، مقطعة الفريز على ثلاثة الأشكال، دايره مربعات ومقطعاه على النص، دي خاليه بالوريقات ديالو. هنايا على طويل على الطول ديال الفريزه. هنا غادي نطحن الكولي ديالي ديال الفريز بالميكسور. هنا درت القياس ديال الفريز على حسب المقدار اللي بغيتو. هنا قطعت الفريز كما تلاحظوا معايا، درت واحد نص كاس ديال الماء ودرت سنيد على حسب الذوق كما تشوفوا معايا، وغادي نطحنو مزيان. تيطحن الفريز ديالنا مزيان، ما يبقى لناش الطريفات فيه، يطحن مزيان. وغادي ندوزو البنات، هنا غادي نقسم هاد الفريز اللي طحنت على جوج الكيسان كما تشوفوا معايا. غادي نقسمو نديرو على جوج ديال النصوصة. الكاس الاول غادي ندوزو نديرو في كاسرونة يطيب، والكاس الثاني غادي نخليه على جنب نصايب بيه الكريمة. كما تشوفوا البنات هنا درتو في كاسرونة يطيب باش يختار، باش يولي لنا كولي ويتقال كما تشوفوا معايا. ها هو بدا تيغلي، غادي نحيدو على البوطة وغادي نديرو الزلافة ونخليه يبرد. هنا كما تشوفوا معايا البنات غادي نصايب كريمة، كما تشوفوا الكريم شونتي اللي خدمت به. غادي ندير نص كاس تقريبا ديال العنبة، انا درت واحد الكويس عندي صغير، هنا غادي تعبرو بنص كاس ديال العنبة. وهذاك الكاس اللي كتشوفوا معايا الكاس ديال الفريز اللي عزلت قبيله اللي طحنت. وهنا البنات عندي واحد نص كاس ديال دانون ياغورت مسوس طبيعي، وكملتو زدت عليه عمرتو بالحليب. الا ما كانش عندكم البنات دانون ديروا كاس الحليب، انا هنا عندي نص ديال دانون كملت به بالحليب كما تشوفوا معايا. غادي نزيد داك نص كاس ديال كريم شونتيي، وغادي نطحنو باش يتقال ليا الكريمه ديالي وتختار. نتوما تتشوفوا هنا البنات، كان عندكم كاس ديال الحليب تديروه، كان عندكم دانون تديروه، ما كانش عندكم دانون تديرو كاس الحليب. يعني ها هنايا عندي واحد نص كاس ديال دانون بقى ليا، كملت به كاس ديال الحليب وزدتو على هاد الكريمه باش يبنها ليا. وغادي نبدا نخليه هنا هكا تي يتقال ويختار وترجع ليا كريمه كما غتلاحظوا معايا البنات. ها هي بدات تتقال وباقا غتزيد نطحنها تتقال مزيان كما تشوفوا الشكل ديالها النهائي. البنات عندكم تدرب تدربوا بيه، عندكم الخلاط هذا العجانة تديروا بها ثم تشوفوا تتيتقال مزيان. وتنخليو على جنب وتندوزو. كما شفتوا هذاك الكولي اللي درنا يطيب هو برد ليا، دخلته للثلاجة تبرد. وهنا حطيت الفريز اللي غادي نزين به والكيسان اللي غنخدم به. هنا هاد الكولي هذا غادي نزيدو على هادوك الطريفات ديال الفريز اللي قطعت مربعات، ما غاديش نديرو كامل، غادي نخلي شويه للتزيين الفوق كما تشوفوا معايا. وغادي نخلط مزيان هاد الفريز اللي قطعت مربعات صغيره
وزدت عليه الكولي باش يجي بنين وزوين. غادي نديرو اول حاجه هو في الكيسه لتحت او زليف، هذاك الشيء اللي يعجبكم اللي بغيتو على حسب اللي عندكم، كيسان او زليف. هنا ثاني حاجه تندير الكريمه، صراحه البنات هاد الديسير تيجي رائع رائع، نتمنى تجربوه تيجي زوين بما ان جاي رمضان وهذا تحتاج هاد الشيء، تيبغى الانسان يبدل من الرايب او الفلون او هذا، تيبغي يبدل شي حاجه يتسحر به، صراحه زوين. وهنا غادي نشد الفريز اللي قطعت طويل كما تلاحظوا معايا، غادي نوقفه في الجناب ديال الكيسان كما تشوفوا معايا، غادي ندور على الكيسان كاملين الطريفات ديال الفريز. وغادي نزيدو الطبقه الثانيه ديال الفريز والكولينغ اللي مخلطين، غنديرو الطبقه عفوا الثالثه اللي فوق الكريمه كما تشوفوا معايا، غندير داكشي كاع اللي بقى وغادي ندير الكريم او ثاني تاهو كذلك الطبقة الرابعة. غنفرق هذاك الكريمة اللي بقات عندي في الكيسان كما تشوفوا معايا، وغادي نزوقها بالكولي داك الشويه اللي خليته البنات اللي قلت لكم في الاول اللي خليته انا تنزوق به من الفوق، تلاحظوا معايا بما ان الفريز دابا راه موجود والثمن مناسب، اللهم انسان يستغل ويدير افكار بالفريز ويستفد منه. هنا غادي ندير هذوك النصيصات ديال الفريز البنات، شديتهم وقطعتهم من الوسط للخر على شكل ورده كما شفتوا، وغادي نحطهم من الفوق نزين بهم. هي الخطوات الأخيرة، وغادي ندير السكر كلاسي كاختيار إلى بغيتو، تزيدوه غير باش يزين الشكل ديال الطبق ديالنا. هو الشكل الأخير كما تلاحظوا تيجي زوين حتى في الجنب كما تشوفوا، تيبان الفريز طريفات ديال الفريز واقفين والكريمه، والشكل النهائي ديالو تيجي رائع كما تشوفوا معايا ومميز. الصراحه ديال تحميره الوجه الا جا عندكم شي حد وهذا كفكره ديسير تقدموه للضياف ديالكم، ان شاء الله بينما بعد ما يحيد علينا الحجر الصحي ويا ربي ترفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي، وتشافي كاع المرضى والله يرحم كاع اللي توفى الله يرحمهم، وشكرا لكم.